السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تأهل المنتخب التونسي لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية الخميس بعد تغلبه ب3 أهداف نظيفة على منتخب مدغشقر في دور الربع النهائي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر. مفاجأة البطولة التي يخوض غمارها للمرة الأولى بعد أن خرج الفريق من الشوط الأول خالي الوفاض على ملعب ستاد السلام، تمكن المنتخب التونسي من تحقيق الأفضلية بإحراز 3 أهداف بأقدام كل من فرجاني سيس في الدقيقة 52 ويوسف المسكيني في الدقيقة 60 ونعيم السالتي في الدقيقة 93. وفي أول مشاركة له في العرس الإفريقي حقق منتخب مدغشقر الأهمية في هذا الدوري بالوصول إلى الربع النهائي من المنافسة في مغامرة كروية ناجحة لكتابة المدرب الفرنسي نيكولاس ديو. وبات المنتخب التونسي المتوج مرة واحدة على أرضه عام 2004، هو الفريق الرابع الذي يكمل خريطة نصف النهائي بعد نيجيريا والسنغال والجزائر. كان هذا هو خبرنا لليوم، إلى مرة أخرى في خبر جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.